المخطط الخاص بينا وسيناء والعريش والتوطين والتهجير؟ إيه الحكاية؟ ببساطة لكي نعلم موضوع مش وليد اليوم ولا اللي بيحصل في غزة النهاردة وليد اليوم، لأنه بالظبط كأنه اللي من سنة 71 بيحصل النهاردة. ضغط ازاي على الشعب الفلسطيني، دفعه يروح سينا، مناطق موجودة في سينا، بيوت موجودة في سينا، هم اللي بيتكلموا وثائق بريطانية مش بتاعتنا، واللي قالوا لهم الإسرائيليين وقتها كان شيمون بيريز اللي كان وزير دفاع ثم رئيس هذا الكيان، هو اللي كان وقتها وزير دولة وكان بيشرح لهم، وقادة جيش الاحتلال كانوا بيشرحوا لهم احنا عايزين ايه بالظبط من غزة، هنوصل بغزة لفين، هنوديهم مصر، طب عايزين كمان يعملوا مع الأردن كمان، يعني بيتكلموا هنا في الوثائق عن مصر وعن الأردن اللي احنا بقالنا 3 أسابيع بنتكلم عنه، بيتكلموا عنه اليوم. الوثائق الإنجليزية قالت ايه؟ الوثائق الإنجليزية التي نشرت اليوم، تعالوا نتابعها مع بعض. وثائق تكشف خطة سرية إسرائيلية وضعت عام 71 لتهجير فلسطيني غزة إلى مناطق أخرى تشمل سيناء المصرية، خلي بالك من اللي جاي ده، دون اكتراس الاكتراس برد الفعل الدولي. يعني هم قالك هنرحلهم هنهجرهم بغض النظر عن رد الفعل الدولي، ده امتى؟ بكلمك على سنة عام 71. طيب نشوف تفاصيل. إسرائيل وضعت خطة سرية لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش في سيناء عام 71. ده التفاصيل. طيب بتقول ايه التفاصيل؟ ركزوا معانا وتابعوا بدقة لأنه ده أمر مهم قوي، وكل يوم نتكلم عليه ونفضل نتكلم عليه عشان نبقى عارفين المخاطر، ونبقى عارفين لما الرئيس امبارح اتكلم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لا شيء أبدا هيحدث على الإطلاق. نشوف، هل المصريون، ده السؤال اللي طرحته البي بي سي، هل المصريون محقون فعلا في التعبير عن كل هذا الخوف على سيناء في ظل وضع الفلسطينيين المأساوي بسبب الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة المجاور؟ تجيب الوثائق البريطانية بالتأكيد لهذه المخاوف ما يبررها، هم بيقولوا آه، طرحوا السؤال وقالوا بالتأكيد لهذه المخاوف ما يبررها. تكشف الوثائق أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من فلسطيني غزة إلى شمال سيناء، ركز على ده، إلى من إمتى؟ سنة 71، من 52 سنة ترحيلهم إلى شمال سيناء. اللي بعده، بعد احتلال الجيش الإسرائيلي غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية في حرب يونيو 67، أصبح القطاع، خلوا بالكم من الكلام ده مهم وأنا هقرأ يعني بهدوء عشان الرسائل تبقى واضحة، أصبح القطاع مصدر إزعاج أمني لإسرائيل. يبقى هنا شايفين أن قطاع غزة أصبح مصدر إزعاج أمني لإسرائيل، وباتت مخيمات اللاجئين المكتظة بؤر مقاومة للاحتلال، وده حقهم الشرع المقاومة. هنا إسرائيل حاطة الخطة بتاعتها، بتقول إيه هو الموضوع، غزة بالنسبة لها إيه النهاردة وامبارح وبكرة كمان، الخطة الممتدة. فمنها انطلقت عمليات مقاومة ضد القوات المحتلة والمتعاونين معها، وهتفضل عمليات المقاومة طول ما في احتلال هتفضل لن تتوقف. حسب تقديرات البريطانيين فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة كان في القطاع، خلي بالك كام، 200,000، وركز على 200,000 ده واكتبه قدام حضرتك، وقتها كان 200,000 العدد. بالمناسبة ال 200,000 النهاردة دول أصبحوا 2.3 مليون. الكلام ده سنة 71 أو 67، فأنت بتتكلم النهاردة بقوا 2.3 مليون نسمة. في الوقت ده الرقم ده بقول لحضرتك احفظه عشان هنرجع له في آخر التقرير، آخر الوثائق هتقول لنا هما كانوا عايزين من ال 200,000 دول كم واحد يخرجوا من غزة ويفضل فيها كم واحد. من مناطق فلسطين الأخرى ترعاهم وكالة الأمم المتحدة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا،
و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليين الفلسطينيين. اللي بعده، وقالت تقريرهم إن غزة لم تكن قابلة للحياة اقتصاديا بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة المخيمات وأنشطة الفدائيين التي تسببت في أعداد متزايدة من الضحايا. لماذا السرية؟ وحسب تقديرات البريطانيين فإنه خلال الفترة بين عامي 1968 و1971 قتل 240 فدائيا عربيا فلسطينيا طبعا، وأصيب 878 آخرون، بينما قتل 43 وأصيب 336 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة. أعلنت الجامعة العربية حينها إصرارها على وقف الأنشطة الإسرائيلية ضد اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وقررت تبني إجراءات عربية تاني، تبني إجراءات عربية بمناسبة عندنا قمة إن شاء الله قريبا بإذن الله، تبني إجراءات عربية مشتركة لدعم المقاومة في القطاع. يبقى هنا الجامعة العربية مبكرا وطول الوقت تتبنى الإجراءات لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. اللي بعده، كانت بريطانيا مهتمة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة غزة، وردا على استجوابات برلمانية أبلغت الحكومة البريطانية مجلس العموم بأنها تتابع بدقة تطورات في القطاع، قطاع غزة طبعا، وقالت نرقب التحركات الإسرائيلية الأخيرة. الكلام ده بيتكلموا على 71، بيتكلموش على النهاردة، باهتمام خاص. ومن الطبيعي أن ننظر بقلق إلى أي عمل من جانب السلطات الإسرائيلية من شأنه الإضرار برفاهية، ده كلام ده سنة 71، برفاهية ومعنويات السكان اللاجئين العرب اللي هم الفلسطينيين في المنطقة. ده إمتى؟ الحكومة البريطانية بتتكلم قدام مجلس العموم بتشرح له الوضع في الأراضي المحتلة وفي قطاع غزة. في تلك الأثناء رصدت السفارة البريطانية في تل أبيب، خلي بالكم اللي جاي ده مهم جدا جدا، الكلام ده إمتى؟ سنة 71، رصدت السفارة البريطانية في تل أبيب تحركات إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى العريش. فين؟ إلى العريش التي تقع شمالي شبه جزيرة سيناء المصرية وتبعد قرابة 54 كيلومترا عن حدود غزة مع مصر. يبقى هنا بداية مين اللي رصد؟ دي وثائق الوزارة الخارجية البريطانية اللي هي بتقول واللي بتتم الكشف عنه النهاردة وتنشر على موقع بي بي سي عربي. بيتكلم هذه الوثائق الخارجية وسفارتهم في تل أبيب رصدت تحركات إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى العريش. وحسب تقارير السفارة فإن الخطة شملت النقل القسري زي ما بيفكروا النهارده وبيعملوا النهارده. خلي بالك التقرير ده كأنه يكتب اليوم، يعني التقرير ده اللي كتب في عام 71 كأنه بيكتب في اكتوبر عام 23. كل اللي في هذا التقرير يؤشر اللي احنا فيه النهارده، اللي كلنا بنتكلم عليه والقياده المصريه بتتكلم عليه واللي الدوله بتتكلم عليه واللي مصر والاردن بيتكلموا عليه تحديدا واللي المجتمع الدولي شايفه واللي اسرائيل اتكلمت عليه من يوم 7 لحد النهارده وشغالين عليه لحد دلوقتي، هو بالظبط اللي مشروف في التقرير ده. حسب تقارير السفاره البريطانيه في تل ابيب فان طبعا التقارير دي بتطلع الخارجيه البريطانيه بيتم الكشف عن سيرتها بعد عندهم بعد 30 ولا 40 او بعضها بعد 50 سنه، النهارده تجاوزوا ال 52 سنه. فان الخطه شملت النقل القسري للفلسطينيين الى مصر. كله بيفكر في مصر، بس مصر عصية على الجميع، ومصر خط أحمر قدام الجميع. بيقسموا في أرضنا وفي بلدنا، البلد دي ليها أهل وليها أصحاب وليها قيادة وليها جيش وليها شعب يحميها ويأمنها ومحدش يقدر يقرب ولا يقترب منها. بيقسموا في بلدنا، بيقسموا فينا، بيقسموا في بلدنا. النقل القسري للفلسطينيين إلى مصر أو أراضي، مفيش هنا مفيش حاجة اسمها أراضي إسرائيلية، دي أراضي فلسطينية. كلمة إسرائيل دي غلط، إسرائيل لا تمتلك أرضا، إسرائيل تحتل الأراضي.
وهي أراضي كلها محتلة، هي أرض فلسطينية أو أراضي فلسطينية. مفترض هنا البي بي سي كان لازم يعدلوا الكلمة دي، غلطانين طبعا، ولكن هم أكيد البي بي سي يعني لهم مصلحة، والخارجية الإنجليزية اللي هم وطنوا وجابوهم هنا ويحتلوا الأراضي هم الإنجليز، ما هو بتوعهم. هو مين اللي عمل يعني 1917 وما بعدها أراضي فلسطينية؟ وأنا هنا لازم أغيرها، يعني هنا أراضي فلسطينية، مفيش أراضي إسرائيلية، إسرائيل ملهاش أرض، إسرائيل تحتل الأراضي في كل المناطق، في كل الدول تحتل الأراضي، في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان تحتل أراضي، ليس لديها أرض تمتلكها. إلى مصر أو أراضي فلسطينية أخرى في محاولة لتخفيف حدة العمليات الفدائية ضد الاحتلال والمشكلات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في قطاع غزة. يبقى هنا تقارير السفارة الإنجليزية بتتكلم على خطة إسرائيل اللي هي النقل القسري للفلسطينيين إلى مصر أو أراضي فلسطينية أخرى اللي هم بيحتلوها حاليا في محاولة لتخفيف حدة العمليات زي ما بيحصل دلوقتي، أو المشكلات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. في أول سبتمبر عام 71 أسرت الحكومة الإسرائيلية، بلغتهم يعني الحكومة الإسرائيلية، قالت للبريطانيين إيه؟ بوجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين. يبقى هنا الحكومة الإسرائيلية بلغت بريطانيا اللي هي المؤسسة ليهم والداعمة ليهم والتي تتبناهم واللي هي سبب في وجود هذا الكيان الصهيوني غير الشرعي جنبنا عشان نفضل بدون استقرار. دي خطة البريطانية، فهم بلغوهم سنة 71 بوجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى، على رأسها مين؟ العريش المصرية. يبقى ده بداية الكلام الرسمي من الحكومة البريطانية الإسرائيلية إلى الحكومة الإنجليزية بخطة الترحيل، الخطة السرية اللي عندهم لترحيل الفلسطينيين من غزة. بقول لك دلوقتي الكلام ده سنة 71 أكنه النهاردة أكتوبر 23. خلي بالك احنا بنتكلم بعد 52 سنة الكلام ده اللي بيتعمل الآن وأنا بكلمك على الهواء. أبلغ وزير النقل والاتصالات وقتها أهو شيمون بيريز اللي كان وزير النقل والاتصالات في ذلك اللي أصبح بعد كده وزير خارجية ووزير دفاع ورئيس حكومة ورئيس كيان الصهيوني، زعيم حزب العمل طبعا وزير دفاع، أبلغ مين؟ المستشار السياسي للسفارة البريطانية في تل أبيب بأنه حان الوقت. ده مين اللي بيقول؟ شيمون بيريز اللي كان بعد كده آخر حاجة تولاها الرئيس الكيان الإسرائيلي. حان الوقت لإسرائيل كي تفعل أكثر في قطاع غزة وأقل في الضفة الغربية. يبقى هنا الإجراءات اللي يعملوها فين؟ في قطاع غزة، واللي بيعملوها وهيعملوها في القطاع بس بطريقة أقل من اللي موجودة في القطاع. إيه بقى؟ وفي تقرير عن اللقاء ما بين مستشار السياسي للسفارة الإنجليزية في تل أبيب وشيمون بيريز، أنه بيريز الذي كان مسؤولا عن التعامل مع الأراضي المحتلة أكد أنه رغم أن الحكومة اللي هي الإسرائيلية طبعا لن تعلن رسميا السياسة الجديدة ولن تنشر توصيات اللجنة الوزارية التي تراجع الموقف، فإن هناك الآن اتفاقا في مجلس الوزراء الإسرائيلي طبعا على متابعة تدابير بعيدة المدى. ايه تاني؟ بعيدة المدى. تذكر طيب اللي بيحصل دلوقتي، ده الراجل ده بيتكلم سنة 71 بيتكلموا على خطة اتفاق في مجلس الوزراء، ما دي كلها حاجات موجودة عندهم بيطلعوها وقت الحاجة وجاءت الحاجة فبدأوا يطلعوها. فإن هناك اتفاقا في مجلس الوزراء الإسرائيلي على متابعة تدابير بعيدة المدى للتعامل بشكل أكثر فعالية مع مشكلات غزة. كلام ده مين اللي قاله؟ ده اللقاء اللي تم بين شيمون بيريز مع مستشار السفارة الإنجليزية أو البريطانية في تل أبيب في سبتمبر عام 71. أضاف التقرير أن بيريز يعتقد بأن هذه التدابير سوف تؤدي إلى تحول في الوضع. يعتقد بأن هذه التدابير اللي هم بيتكلموا التعامل بأكثر فعالية مع مشكلات غزة
سوف تؤدي إلى تحول في الوضع خلال عام أو نحو ذلك. وبرر التكتم على السياسة الجديدة بأن إعلانها لن يؤدي إلا إلى تغذية الذخيرة لدى من وصفهم بالأعداء اللي هم المقاومة، اللي هم إيه؟ المقاومة، اللي هو قالهم هنا أعداء إسرائيل اللي هم المقاومة، ولهم حق المقاومة طبعا. طول ما في احتلال، في احتلال لأرضك، عليك المقاومة بكل الطرق، المقاومة لحين تحرير أرضك، أنت مقاوم. وأي حد يرغي كده، المقاومة حق، القانون الدولي مديك حق طول ما في احتلال. وردا على السؤال عما إذا كان سيتم وفق السياسة الجديدة للسياسة الإسرائيلية نقل الكثير من الناس اللي هو من قطاع غزة يعني لاستعادة السلم وقابلية الحياة إلى القطاع، الحياة إلى قطاع غزة، قال بيريز أنه سيتم إعادة إيه؟ توطين حوالي ثلث سكان المخيمات في أماكن أخرى في القطاع أو خارجه. وأكد اعتقاد إسرائيل بأن هناك حاجة ربما إلى خفض إجمالي عدد السكان بحوالي كام؟ 100,000. كنت لسه بقول لحضراتكم من شوية، ركز على الرقم 200,000 في الوقت ده، 200,000 عايزين يخفضوا عدد السكان إيه؟ إلى النص، إلى النص اللي هو بيعملوه دلوقتي بالظبط. بس وقتها كان عدد السكان 200,000 ومش متحملينهم، وعايز يوطنهم وعايز ينقلهم إلى العريش، عايز ينقلهم إلى سينا. أنا بكلمك على 200,000 وقتها، 200,000 بالإضافة ل 150,000 بتوع المخيمات، 350,000 يعني تحديدا، بيتكلم عايزين خفض عدد السكان، عدد السكان بحوالي إيه؟ 100,000، 100,000 شخص. أنت متخيل؟ يبقى المخطط النهاردة بتتكلم على كام؟ يفضلوا في غزة طبقا لده، طبقا لده. خد اللي حصل سنة 71 اتكلم عليه دلوقتي. يبقى عايزين القطاع ده ما يبقاش فيه أكتر من 600-700 نص مليون واحد، من الاتنين وتلاتة، يعني عايز 2 مليون واحد يسيبوا غزة، يسيبوا غزة طبقا للخطة اللي هي شغالين عليها، خطة 71. عبر بيريز عن الأمل في نقل حوالي 10,000 أسرة إلى الضفة الغربية كمان، وعدد أصغر إلى إسرائيل، غير أنه أبلغ البريطانيين بأن التهجير إلى الضفة وأراضي، ما فيش أراضي لإسرائيل طبعا زي ما اتفقنا، وأراضي الفلسطينية ينطوي على مشكلات عملية مثل التكلفة العالية. الكلام ده كان بيتكلم في 71، هم النهاردة بيتكلموش في ده، بيتكلموش في فلوس، قال لك الفلوس موجودة بس خدوا يلا ونعمل الترتيبات. لكن خلي بالك، هو كان عايز لما كان عدد سكان كله، عدد قطاع اللي موجودين 200,000 بإضافة 150,000 المخيمات 350,000 كله، بيتكلم عايز يفضل كام؟ خفض الإجمالي 100,000 واحد اللي يبقى موجود بس فقط ما بين المخيمات والقطاع، بيتكلم على 250,000 فقط ويمشي 100,000. أبلغ الوزير الدبلوماسي البريطاني اللي هو الوزير اللي هو شيمون بيريز، أبلغ المستشار السياسي البريطاني في السفارة البريطانية في تل أبيب عام 71 بأن معظم المتأثرين هم في الواقع راضون. خلوا بالكم اللي جاي مهم قوي، المتأثرين اللي هم عايزين ينقلوهم، عايزين يمشوهم من بلدهم من أرضهم، معظم المتأثرين هم في الواقع راضون بأن يجدوا لأنفسهم سكنا بديلا أفضل مع تعويض عندما تزال أكواخهم اللي هي بيوتهم يعني، أو يقبلون. خلي بالك هنا بيقول لهم، بيقول إن هم هيلاقوا لما يلاقوا سكن أفضل وفلوس وتعويضات أكتر من البيوت اللي إحنا بنزلها، زي ما بيعمل دلوقتي نتنياهو بالضبط. هو نتنياهو بيعمل إيه النهاردة؟ بيبيد، بيدمر كل حاجة في كل البيوت. ما هو ده الخطة بتاعت 71، دي خطة عام 71 يا جماعة. أو يقبلون شققا، خلي بالك من اللي جاي، عالية الجودة بناها المصريون في العريش، يعني عينهم على كل بيت إحنا بنبنيه، على كل مكان احنا عاملينه. فبيقول لك انه دول هيبقى لهم مكان افضل لما يروحوا العريش، انه مصر بانيه شقق كويسه، احنا بنينا لاهلنا مش بنينا لحد تاني، حيث يمكن ان يكون لديهم اقامه شبه دائمه. يبقى هنا بيتكلم على ايه؟ انه محدش راجع، زي ما احنا دايما بنقول، اللي هيخرج من بلده، اللي هيخرج من غزه لن يعود اليها، ودي الخطه الاسرائيليه اللي بيشتغلوا عليها. فهنا بيتكلم على انه اللي هيسيبوا غزه
وهيروحوا أماكن أخرى ومنها العريش في الشقق الجيدة والمتميزة اللي بناها الشعب المصري واللي بنتها مصر هي أفضل بالنسبة لهم، ودول هيكونوا ليهم إقامة دائمة، مش هيرجعوا تاني غزة، هيكون هنا ليهم مكان وهيتعايشوا في العريش. الدبلوماسي طبعا الإنجليز ما هو لازم ياخد معلومات وده دوره. سأل الدبلوماسي البريطاني شيمون بيريز: هل العريش تعتبر الآن امتدادا لقطاع غزة؟ خلي بالكم من السؤال، خلي بالكم من السؤال. شوف ما هو ده راجل خبيث أيضا، الاتنين خبثة. بيقول له يعني عايزين تبقوا العريش دي جزء من غزة؟ خلي بالك الخطة والمخطط، هذا هو المخطط بالضبط بالضبط، وأنا بكلمك دلوقتي شغالين عليه. سأل الدبلوماسي، أقرأ لكم السؤال ده مهم. سأل الدبلوماسي البريطاني شيمون بيريز: هل العريش تعتبر الآن امتدادا لقطاع غزة؟ دي الوثائق البريطانية يا جماعة، دي مش ده مش أنا مش بقول لك وثائق نحن وكلام نحن، لا، هذه وثائق وزارة الخارجية الإنجليزية اللي تم الكشف عنه ونشر على البي بي سي اليوم. دي الأول مرة يتم الإفراج عنها الوثائق ديت. فرد مين اللي بيرد؟ شيمون بيريز اللي كان وزير الاتصالات الإسرائيلي في عام 71 والأصبح بعد كده وزير دفاع وزير خارجية رئيس حكومة رئيس الكيان الإسرائيلي. فرد رد إيه شيمون بيريز؟ استخدام المساكن الخالية، هو عينهم على المساكن الخالية في مصر حتى دلوقتي، حتى وأنا بكلمك النهاردة، استخدام المساكن الخالية هناك في العريش قرار عملي تماما. يعني هو عايز يربط يقول لك العريش هي امتداد لغزة، بيقول له قال لك ده مسألة عملية لأنه عندهم بيوت فاضية وبالتالي مهم قوي نستخدم هذه المساكن، وقال لك دي تبقى حاجة عملية تماما. على فكرة الأسبوع اللي فات نشروا تقرير الصحف الإسرائيلية اتكلموا فيه على العاشر من رمضان وعلى 6 أكتوبر والعبور، اتكلموا على 3 مدن مصرية وحددوا في المدن المصرية اللي أنا بقول لحضراتكم عليهم الثلاثة دول بالذات عدد الشقق اللي موجودة فاضية. قالوا كده في مصر في معرفش كام وحدة، 300 ألف وحدة في هذه المدن الثلاثة تقريبا أو أكتر، وقال لك وقعدوا يقسموا، قال لك الوحدة الواحدة من دول هتاخد معرفش أسرة فيها عدد سكان كام، 5 6 أفراد، وقيمة الوحدة السكنية معرفش متكلفة كام ألف دولار، وبالتالي تبقى مصر محتاجة المبلغ كام ويسكنوا فيه الفلسطينيين. عملوا حسبة مع نفسهم كده. بقول لك عملوا تقرير الأسبوع اللي فات تقريبا يوم الأحد أو الاثنين اللي فات، مش اللي فات ده، الأسبوع الماضي، بيتكلموا فيه على الشقق الفاضية في مصر، وحان الوقت ننقل فلسطين إلى مصر إلى 3 مدن حددوها، بقول لحضرتك العبور 6 أكتوبر 10 من رمضان، وقالوا بالظبط عدد الشقق اللي موجودة، هم رصدين كل حاجة في مصر. تخيل رصدين الشقق اللي عندنا، رصدينها ومحددين كل شقة تاخد كام، وقال لك مساحة الشقة في العاشر من رمضان كام وفي العبور كام و6 اكتوبر كام، وقال لك الشقة دي فرصة، دي محدش ساكنها، لا احنا مش بانين الشقة دي بالمناسبة، احنا بانين عشان عندنا 100 مليون النهاردة، 105 مليون وعندنا 115، وحتى لو كانت فاضية مش متاحة لحد غير الشعب المصري. فإسرائيل حتى زعلانة وكأن الشقة دي احنا بانينها عشان نحل أزمتهم، لا احنا ما بنحلش أزمات حد، احنا عاملين ده لينا احنا، لمصر وللشعب المصري، مش عشان احل لك موضوعك. الشعب الفلسطيني دي ارضه مش هيسيبها لو انت اديته قصر، يعني لو عملت قصور لاشقائنا الفلسطينيين مش هيسيب ارضه، لا هيروح مصر ولا هيروح فلسطين ولا هيروح الاردن ولا هيروح اي دوله اخرى، هيفضل موجود في ارضه مش هيسيبها. ما تتكلمش على اراضي لا تملكها، هو انت بتتكلم على مصر وتقول له ايوه هو ده الحل الوحيد والحل الامثل العريش وسينا وهي فاضيه؟ لا مش فاضيه، مين اللي قالك؟ حتى لو فاضيه محدش يقرب لها، محدش يقرب لها. قوات المسلحه حاميه لكل شبر لن تسمح لا ليك ولا لغيرك، وهذا الامر انا بعرضه ليه النهارده؟ عشان اقول لحضراتكم الوثائق البريطانيه النهارده اللي بيكشفوا عنها عشان توضح لك المخطط بالظبط. احنا عارفينه والدولة عارفاه والدولة شايفاه والرئيس اتكلم عنه بدل المرة مليون مرة وقوات المسلحة اتكلمت عنه بدل المرة مليون مرة وكلنا بنتكلم عنه ومحدش يقرب أبدا لأرضنا.
ولا هيمسها زي ما الرئيس قال. مصر لا تمس، مصر ايه؟ لا تمس، لا تمس على الاطلاق. فعدي يقول لك ادي مساكن خاليه وده قرار عملي، ربط يعني، خد العريش خدوها بقى تبقى حته من قطاع غزه، ده اللي عايزينه، ده اللي شغالين عليه، يحل الموضوع ده هنا. العريش ايه فاضيه؟ اكلمك على الكلام ده، وثائق الانجليزيه بتاعت عام 71 يتم الكشف عنها بعد 52 سنه النهارده ونشرها في البي بي سي او على البي بي سي. بيتكلموا على برنامجهم توطين، وفي تقييم منفصل لما اثر به بيريز. اشار ارنست جون وورد بارنز، ارنست جون وورد بارنز ده مين؟ سفير بريطاني في اسرائيل في ذلك الوقت عام 71، إلا أن الإسرائيليين يرون أن أي حل دائم لمشكلات قطاع غزة يجب أن يتضمن إعادة تأهيل جزء من السكان خارج حدوده الحالية. ده اللي إسرائيل نتنياهو بيشتغل عليه، نتنياهو بيشتغل عليه مع الأمريكان مع الإنجليز. بيقول أي حل دائم لغزة يعملوا إيه؟ يجب أن يتضمن إعادة تأهيل جزء من السكان خارج الحدود الحالية، حدوده الحالية، الحدود اللي عليها قطاع النهاردة، يبقى لازم تخرج تعمل إيه؟ جزء منهم اللي قال لك عليه برنامج الطموح التوطيني بيشتغلوا عليه. أكد لحكومته أن السياسة الجديدة تشمل توطين الفلسطينيين فين؟ في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية. تاني، أكد لحكومته، ده مين؟ ده السفير البريطاني في تل أبيب عام 71، قال لهم أنه السياسة الجديدة اللي هي السياسة الإسرائيلية الجديدة تشمل توطين، هنا بيقول لهم على الخطة بتاعتهم، توطين الفلسطينيين في شمال شبه جزيرة سيناء، بيتكلموا على العريش يعني. غير أنه قال أن الحكومة الإسرائيلية تخاطر بمواجهة انتقادات، يعني لو عملت كده هيبقى انتقادات ليها، لكن النتائج العملية أهم. هو بيقول في انتقادات هتوجه لهم، ولكن النتائج العمليه بالنسبه لهم اهم بالنسبه لاسرائيل، ان هو يحقق الهدف بتاعه اللي هو بيتكلم عليه، عشان عايزين ايجاد حل دائم لمشكلات قطاع غزه، اللي هو يتضمن اعاده تاهيل وجزء من السكان يكون ايه؟ خارج الحدود، ما يبقاش موجود في قطاع غزه، يسيب غزه، يهجروه من غزه، يمشوه من غزه، زي ما بيتم النهارده تصفيه القضيه، و الجزء الشمالي شمال غزة كله حاليا كبيوت أزيلت بالكامل، شمال غزة بالكامل ما بقاش في بيوت، هم بيعملوا كده الآن. قال لك مش مهم، هيبقى في انتقادات مش مهم، ولكن النتائج الأهم اللي هتكون لإسرائيل إن هم يحلوا المشكلات بشكل دائم في قطاع غزة. اللي بعده، وفي تقرير عن الموضوع قال إم إي بايك رئيس إدارة الشرق الأدنى في الخارجية البريطانية، إنه يجري الآن اتخاذ تدابير صارمة لتقليص حجم المخيمات اللاجئين وفتحها، وقصد بهذا النقل القسري للاجئين من منازلهم الحالية أو بالأحرى أكواخهم، كي أكون أكثر دقة، هو اللي بيقول رئيس إدارة الشرق الأدنى في الخارجية البريطانية، وإجلائهم إلى العريش في الأراضي المصرية. يعني بيقولوا التدابير اللي بيعملوها النهارده النقل القسري للاجئين فلسطينيين من بيوتهم من منازلهم الحاليه او بالاحرى اكواخهم، كي اكون اكثر دقه، هو اللي بيقول في التقرير بتاعه، واجلائهم الى العريش في الاراضي المصريه. واضاف يجري الان، ده التقرير اللي قدمه لي الخارجية البريطانية في عام 71، يجري الآن فيما يبدو متابعة برنامج أكثر طموحا لإعادة التوطين. بعد شهر أبلغ الجيش الإسرائيلي في لقاء رسمي، خلوا بالكم من ده كمان، خلوا بالكم من ده، في شهر أكتوبر أهو، بعد شهر من سبتمبر أكتوبر 71، بعد شهر أبلغ الجيش الإسرائيلي في لقاء رسمي عددا من الملحقين العسكريين الأجانب بتفاصيل إضافية عن خطة ترحيل الفلسطينيين من غزة. وخلال اللقاء قال العميد شلومو جازت
منسق الأنشطة في الأراضي المحتلة إن جيشه لا يدمر مساكن فلسطين في غزة، بيبيتها بس، بيشيلها من على وش الأرض يعني، ما لم يكن هناك سكن بديل. بيقول هما طبعا بيضحك على الناس يعني، بنقول احنا ما تدمرش اي بيت الا لو في سكن بديل. طب هو النهارده في سكن بديل؟ يعني نتنياهو النهارده وجيش الاحتلال وجالن اللي هو زي جازد ده اللي بيضم اللي شال البنيه التحتيه كلها، هم عندهم سكن بديل؟ ده نايمين في الطل، ده نايمين من غير ما يبقى حتى في خيمه، ده نايمين في الشوارع. وبعد شويه اوريكم المقاسي بتاعتهم، مقاسي مقاسي تبكي وانت بتشوف. ما عندوش بيت، ناس نايمه في الشوارع، مئات الالاف نايمين في الشوارع. يقول لك سكن، قال يعني عندهم انسانيه، ومن امتى عنده انسانيه؟ ما لم يكن هناك سكن بديل، فيش سكن بديل اصلا. هذا هو القيد الوحيد الذي سوف تقبله الحكومه العسكريه. والعمليه مرهونه بحجم السكن البديل المتاح، بما في ذلك ايه؟ خلي بالك حجم الايه؟ العمليه مرهونه بايه؟ بحجم السكن البديل المتاح، بما في ذلك السكن في العريش. يعني هو بيعمل عشان في الاخر يحطك قدام امر واقع، فاحنا بنقول له مفيش امر واقع. الخطه دي في 71، الخطه دي 71 مش في اكتوبر 23. الخطه دي اللي في 71 بتتعمل في اكتوبر 23 بالظبط بالظبط. اللي بعده، حسب تقرير الملحق، تقرير لملحق السلاح الجوي البريطاني عن اللقاء اللي كان حاضر اللقاء ده مع الملحقين العسكريين مع المسؤول العسكري الإسرائيلي، سأل العميد جازيت عن سبب اختيار شمال سيناء. قال له ليه انتوا عايزين شمال سيناء؟ اشمعنا؟ قال السكن في العريش ده بيقسم في بلدنا وأرضنا، انت متخيل؟ عشان كده دكناهم في 73. ما هو بعد الاجتماع ده، الاجتماع ده كان 71، بعدها بسنتين، بعدها بسنتين عملنا كده وانتصرنا، وانتصرنا ورجعنا كل سينا اللي كان بيقسم فيها وخد ارضه والعريش وافتح وخد، ما هو بيقسم في ارض مش بتاعته، فيلا بيع، يلا ودي، يلا هات، يلا اعمل توطين. قال السكن في العريش قد اختير لانها المكان الوحيد الذي تتوفر فيه منازل خاليه وفي حاله جيده بعد اصلاحها. واضاف لن يكون هناك بناء جديد في العريش، فالمنازل المتاحه كانت تخص ضباطا مصريين في السابق، دي اللي كانت موجوده وموجوده. بدا هذا الوضع مغيرا من وجهة نظر البريطانيين لثلاثة مبادئ كان قد أعلنها موشيه ديان اللي كان وزير الدفاع طبعا لما هزمناهم في عام 73، في أكتوبر 73. تضمن السيطرة على الأراضي المحتلة بعد حرب 67. وهذه المبادئ هي ثلاث مبادئ: حد أدنى من الوجود العسكري، وحد أدنى من التدخل في الحياة المدنية الطبيعية، وأقصى اتصال أو جسور مفتوحة مع إسرائيل وبقية العالم العربي. وفي تقرير عن وضع غزة قالت إدارة الشرق الأدنى في الخارجية البريطانية، كلام ده إمتى يا جماعة؟ بكلمكم عن تقرير تم الكشف عنه، وثائق خاصة بالخارجية البريطانية من زعام 71، من 52 سنة. السؤال الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للمستقبل هو بإذا كانت إسرائيل مستعدة الآن في حالة غزة لتعديل في المبادئ الثلاثة اللي كان بيتكلم عنها مين؟ موشيه ديان. وحسب رأي السفير البريطاني في إسرائيل، فإن مخيمات اللاجئين توفر ظروفا مثالية للنشاط الفدائيين، الأمر الذي جعل من الصعب تطبيق سياسة الجسور المفتوحة، التي عبر عن اعتقاده بأنها نجحت في الأراضي المحتلة. يبقى هنا السفير البريطاني بيرى أنه من الصعب نتيجة لنشاط الفدائيين الفلسطينيين تطبيق سياسية الجسور المفتوحة التي عبر عن اعتقاده بأنها نجحت في الأراضي المحتلة الأخرى، مش هنا، مش في المخيمات ولا في القطاع.
نبه السفير بارنز في تقرير شامل إلى وزير الخارجية إلى أن معلوماته تقول الأونروا منظمة غوث لاجئين تتوقع لجوء إسرائيل إلى حل الترحيل. بيقول أن الأونروا شايفة ده أن إسرائيل هتاخد حل اللي هو الترحيل، ترحيل فلسطين من أرضهم من أراضيهم. وقال إن الوكالة وكالة غوث اللاجئين الأونروا تتفهم المشكلة الأمنية الإسرائيلية، لكنها لا يمكن أن توافق على النقل القسري للاجئين من منازلهم. يعني هي الوكالة الأونروا متفهمة المشكلات الأمنية لإسرائيل، ولكن لا توافق على نقلهم القسري للاجئين من منازلهم ولا إجلائهم حتى على أساس مؤقت إلى العريش في مصر. الكلام ده تاني واضح جدا، المواقف واضحة. غير أن السفير عبر عن اعتقاده بأن توطين اللاجئين الغزاويين في الأراضي المصرية في العريش هو نموذج لعدم الحساسية الإسرائيلية تجاه الرأي العام الدولي. وفي تقييمه للخطة السرية الإسرائيلية حذرت إدارة الشرق الأدنى من أنه مهما تكن المبررات الإسرائيلية لهذه السياسة اللي هي سياسة الترحيل بعيدة المدى، خلي بالك من الكلمتين دول، سياسة الإسرائيلية إيه؟ بعيدة المدى اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ده بيتكلموا عليه في 71، وبعيدة المدى أهو وصلنا ل 23 بعيدة المدى. مهما تكن مبررات الإسرائيل لهذه السياسة بعيدة المدى، لن نستطيع إلا أن نشعر بأن الإسرائيليين يقللون من قيمة حجم الغضب الذي تثيره هذه العقيدة الإسرائيلية القائمة على خلق حقائق على الأرض. هم بيقللوا أنه في ممكن تحصل صدمة، ممكن يحصل غضب، ممكن كل ده بيقول لهم مش مهم بالنسبة لهم، المهم بالنسبة لهم الوضع على الأرض، عايز يخلق وضع على الأرض بأمر بات أو أمر فرض الأمر الواقع، سياسة الأمر الواقع اللي دايما إسرائيل بتعملها زي ما بيعمل النهاردة نتنياهو، هي بالظبط هو ده. لا يعنيهم مجتمع دولي زعلان أو رأي عام زعلان أو مظاهرات أو دول زعلانة، لا يعنيهم، هو بيقول له أنه خلق حقائق على الأرض في العالم العربي والأمم المتحدة، ويبقى في حلول أخرى لمشكلة غزة. وبيقول له هنا يعني العالم العربي والأمم المتحدة اللي هو بيحصل النهاردة، والأمين العام يطلع يتكلم أو مصر تتكلم والدول العربية تتكلم والعالم يتكلم، ويبقى في تصويت الجمعية العامة الأمم المتحدة 121 صوت مع القرار العربي. هم بيقول يهمهم إيه؟ حقائق على الأرض، خلق حقائق على الأرض بغض النظر يحصل إيه في العالم أو الدول العربية تعمل إيه. بكلمك على عام 71، طب ما بالك في أكتوبر 23 ونوفمبر 23 وديسمبر 23 و24 وعليكم خير، هيحصل إيه؟ غير أن سعي إسرائيلي لتنفيذ سياساتها لم يتوقف، وإنت بطأت وتيرته. يعني إن هم لم يتوقفوا عن الخطة بتاعتهم رغم أنها حصل فيها بطء، ولكن شغالين على الخطة وشغالين عليها بالفعل. قالت السفارة البريطانية في تقرير إلى الخارجية في أواخر أغسطس عام 71 إن عمليات التطهير في المخيمات مستمرة رغم أنها تسير بوتيرة أبطأ، لأن السكن البديل في العريش السكن البديل في العريش وأماكن أخرى في الأراضي المحتلة ليس متاحا. وأكدت أن عددا من اللاجئين الفلسطينيين نقلوا بالفعل من مخيم نصيرات إلى العريش. بحلول نهاية ديسمبر في عام 71 نقلت لندن معلومات من إسرائيل عن المطرودين الفلسطين إلى خارج غزة، اللي هم تم ترحيلهم من أراضيهم في غزة إلى خارج غزة. حسب المعلومات التي نقلت خلال زيارة لدبلوماسي إسرائيلي إلى إدارة الشرق الأدنى في الخارجية الإنجليزية، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رحلت 332 أسرة، عدد أفرادها 2522 شخصا، من بين 1638 أسرة إلى العريش. هنا بيقولوا إن احنا رحلنا كذا 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 أهو إلى العريش. اللي بعده، وفي برقية بعنوان طرد الإسرائيليين للاجئين من غزة، قالت الإدارة إنه تم بالفعل طرد 1638 أسرة بتضم 11512 شخصا من منازلهم بيتم دلوقتي في قطاع غزة، إما إلى مناطق أخرى في القطاع
أو إلى مواقع أخرى خارجه. يبقى هنا خلي بالك، هنا رحلوا في الوقت ده سنة 71 11500 واحد من بيوتهم من القطاع يئم لمناطق تانية زي ما بيحصل في شمال القطاع النهاردة، وداخلين على الوسط وداخلين على الجنوب، وبعد كده مش هيبقوا الناس ليهم مكان، مش هيبقى ليهم مكان، بس عملوها في سنة 71 أو مواقع أخرى خارجي، بس دلوقتي مش هيقدر بره القطاع، مش هيقدر بره القطاع. يرحلهم زي ما الرئيس اقترح عليهم، ودوهم النقب، ودوهم أماكن أخرى، والإعلام الأمريكي بعض الإعلام الأمريكي بيتكلم على ده، ما ترحلوا في أرضه، رحلوا في أراضي بتاعته، الأراضي الفلسطينية المحتلة، رحلوهم. يبقى داخل قاعد في أرضه، مش هيسيب أرضه عشان يروح مصر أو يروح الأردن، مش هيروحوا. وفي تقييم عام للوضع تحدث السفير البريطاني عن حلول أخرى محتملة لمشكلة غزة، أحدها هو إمكانية أن تربط غزة يوما، أن إيه؟ تربط غزة يوما، يوما ما بمين؟ الأردن. لسه بكلمكم على الأردن، بيتكلموا على إنه في يوم ما يتم ربط غزة بالأردن كي يكون لهذا البلد منفذا إلى البحر المتوسط. وأضاف أن احتمال أن يكون القطاع جزءا من سوق شرق أوسطي مشترك هو أحد الحلول الأخرى اللي كانوا بيتكلموا عليه. فاكرين؟ فاكرين لما ترامب اتكلم على صفقة القرن؟ أهو إسرائيل متكلمين عليها سنة 71. اللي بيسووها النهارده نعمل شرق اوسط جديد ويبقى معانا قطاع ويدخل القطاع وصفقه القرن وتدخل فيها مصر والسعوديه ويدخل فيها الاردن وتدخل فيها اسرائيل ويدخل فيها فلسطين ويعمل الكلام ده، اللي مصر رفضتها، اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضها. تاني بقول، الرئيس رفضها قولا واحدا، رفض الكلام ده لما عرض على مصر، مصر رفضت من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي كانت الخطه اهي، تخيل، شوف بيتكلموا عليها من امتى؟ منذ عام 71. ترامب جاي يتكلم عليها في 2019 18 و19 و20 ترامب بيتكلم عليها. شايف حضرتك؟ شايف؟ هو احد الحلول، شرق اوسطي مشترك، يبقى فيه كلنا حبايب. مش حبايب في ايه؟ مع مين؟ مع عدو؟ مع عدو؟ انت عايز تخليني يعني احبه؟ ما حدش بيحب، حدش بيحب. في معاهده سلام بس ما فيش اي يعني، في معاهده سلام خلاص، بس هي دي اللي بيني وبينهم، معاهده سلام خلاص. لكن تقول لي نعمل ونبقى مع بعض في الوقت نفسه جرى نقاش في وزاره الخارجيه البريطانيه بشأن مدى اتفاق، خلي بالكم اللي جاي كمان كلام مهم جدا لينا كلنا، بشأن مدى اتفاق السياسة الإسرائيلية مع معاهدة جنيف اللي بنتكلم عليها دلوقتي، واللي اتكلم معانا عنها السفير حسام زكي الأمين العام مساعد أول امبارح هنا على الهوا، دي التي تحدد مسؤوليات اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحدد مسؤوليات، والأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد الغيط اتكلم عليها في كلمته أمام مجلس الأمن، دي سيد سامح شكري وزير الخارجية اتكلم عليها ايضا امام مجلس الامن. النقطه دي، اتفاقيه جنيف الرابعه التي تحدد مسؤوليات دول الاحتلال وفق الماده 39 من المعاهده، فانه يحظر ايه؟ النقل القسري الفردي او الجماعي، وكذلك عمليه ترحيل الاشخاص من ارض محتله الى ارض سلطه الاحتلال او ارض اي دوله اخرى. الماده واضحه، إسرائيل بتعمل ده، عكس ده، عكس المادة دي، عكسها، سواء تخضع للاحتلال أم لا، وبغض النظر عن الدافع وراء ذلك. يعني مادة 39 من معاهدة جنيف الرابعة بتقول المادة، فإنه يحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك عملية ترحيل الأشخاص من أرض محتلة إلى أرض سلطة الاحتلال أو أرض أي دولة أخرى، سواء تخضع للاحتلال أم لا، وبغض النظر عن الدافع وراء ذلك. وخلص تقييم للمستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية الكلام ده، وثائق الخارجية البريطانية تم الكشف عنها والإفراج عنها الخاصة منذ الكلام ده عام 71 من 52 سنة. المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية عام 71 قال إيه؟
الآن توطين اللاجئين من غزة في سيناء تاني وليس في منطقة أخرى في غزة ربما يلقى اعتراضا سياسيا. ده المستشار القانوني للخارجية البريطانية عام 71 بيقول أنه توطينهم في سيناء وليس في مناطق أخرى ربما يلقى اعتراضا سياسيا، غير أنه قال أعتقد أنه سيكون من الصعب بناء على الأسس القانونية تحدي إيه؟ خطة التوطين. يعني بيقول أسس قانونية من الصعب إيه بقى؟ تحدي خطة التوطين لو قالت إسرائيل بصرامة إن العملية برمتها نفذت من أجل أمن السكان. يعني قال الخطة دي بغض النظر أسس قانونية، لا إسرائيل لما تقول إنه إحنا عايزين مصلحة الناس وسكانها وشعبها، يعني كما تقول إسرائيل وتتحدث إسرائيل والخطاب الإسرائيلي مع الأمريكا مع الإنجليزي مع الفرنسي مع 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 الدول اللي هي تؤيد بشكل أساسي إسرائيل وتديها حق القتل وتمنح لها حق القتل وتديها الضوء الأخضر لقتل الشعب الفلسطيني وبات الشعب الفلسطيني، عشان مجرد إسرائيل لهم الأمن أمن الإسرائيليين، أمن الإسرائيليين، فقالوا لها أيوه مقابل الأمن ده اقتل اللي أنت عايزاه، ادوها الضوء الأخضر للقتل والتصفية. نتكلم على 10,000 النهاردة، 3,000 طفل شهيد، 3,000 طفل. الرقم ده بالمناسبة أطفال في العالم في أماكن الصراعات في العالم، الرقم ده زاد عن كل الأطفال الذين قتلوا في العالم كله في أماكن الصراعات من 2019 لحد النهاردة، قتلوا خلال 21 يوم في فلسطين في غزة. من جانب إيه؟ عشان اللي بيقولوا عليه ده إنه أمنهم، طب أمن الشعب الفلسطيني فين؟ قال لك ده هيكون من الصعب تنفيذه، ولكن كقانون، مين يا عم بيتكلم في القانون؟ قانون إيه يا سيدي؟ إسرائيل فوق قانون، نتنياهو فوق قانون، فوق قانون عشان أمريكا معاه، عشان الغرب معاه، عشان الغرب اداله الضوء الاخضر انه يقتل، وبالتالي خلى المستوطنين والقطعان بتوعهم يقتلوا في الشعب الفلسطيني حتى الضفه والوادي وادي قطاع، يبقى عندك الاثنين لانه الضوء الاخضر جاء، وبالتالي المستوطنين خدوا سلاح وقعدوا يقتلوا في الشعب الفلسطيني، بيقتلوا فلسطين في القطاع وبيقتلوا فلسطينيين في الضفه بدعم وضوء اخضر امريكي وغربي. غير ان المستشار القانوني لوزاره الخارجيه الانجليزيه عدل يحذر من أنه لا يرى مبررا لاعتماد إسرائيل بثقة على هذا البند في معاهدة جنيف الرابعة، وأشار إلى أنه لا يمكن الثقة في حجة إسرائيل بأنها قادرة في الوقت المناسب على إعادة اللاجئين إلى منازلهم، بينما تدمر هي نفسها منازلهم. يعني قال لك في سياق العملية نفسها اللي بيحصل اليوم، ما هو قال لك إيه نتنياهو نفسه؟ قال إيه؟ قال إحنا هنمشيهم، احنا هنضرب في الشمال ونمشيهم شويه وبعدين نرجعهم. فده ردوا عليه مستشار القانون الخارجيه الانجليزيه من واحد في عام 71، قال ان اسرائيل نفسها مش هتقدر غير قادره في الوقت المناسب على اعاده اللاجئين الى منازلهم، بينما تدمر هي نفسها منازلهم. يعني قال لك هترجعهم بيتهم فين وهي اصلا بتدمرهم؟ اللي بيعمله النهارده، اللي بيعمله النهارده، ما هو قال لك هيمشوا وبعدين يرجعوا، طب ما انت دمرت بيوتهم هترجعهم ازاي؟ هيقعدوا فين؟ ده الراجل قال له مستشار القانون للخارجية البريطانية من 52 سنة، قال الخطة اللي هي بتتعمل النهاردة، ونبه إلى أنه يمكن الادعاء بأن العملية الإسرائيلية لإجلاء فلسطيني غزة عقاب جماعي، اللي بيحصل دلوقتي ما كله ده عقاب جماعي، هو القتل إيه؟ القتل عقاب جماعي، التدمير عقاب جماعي، الإبادة عقاب جماعي، يقتل الجميع لا يفرق ابدا، الجميع يقتل. بكلمك على 3,000 طفل و2000 سيده، هل دول مسلحين؟ ابدا، عقاب جماعي، الجميع عقاب جماعي. وشدد على انه لا ينبغي معاقبه اي شخص محمي تحت الاحتلال زي ما هو موجود النهارده وتحت الاحتلال، لا ينبغي معاقبة أي شخص محمي تحت الاحتلال على جريمة لم يرتكبها شخصيا، اللي هو بيحصل النهاردة في قطاع غزة. المستشار القانوني للخارجية البريطانية اتكلم عليه عام 71، لا ينبغي معاقبة أي شخص
محمي تحت الاحتلال، غزة فلسطين تحت الاحتلال على جريمة لم يرتكبها شخصيا. الأطفال دول قتلوا، الأطفال دول حملوا السلاح، سيدات دول حملوا السلاح قتلهم، شيوخ حملوا السلاح قتلهم. فالعقوبات الجماعية وكذلك كل إجراءات الترويع أو الإرهاب محظورة. الإرهاب الإسرائيلي بيتكلم على الإرهاب الإسرائيلي، الترويع أو الإرهاب محظور، الإرهاب اللي بيقوم به نتنياهو حاليا وجيش الاحتلال. فالعقوبات الجماعية وكذلك كل إجراءات الترويع أو الإرهاب محظورة وفقا للمادة 33 من المعاهدة الدولية، معاهدة جنيف. زي ما حضرتك بتشوف كده، شوف التقرير واضح كامل كاشف لما خطة سرية لترحيل آلاف الفلسطينيين إلى سيناء إلى العريش، ليست خطة وليدة اليوم في عام 23، ولكن خطة ممتدة منذ عام 1971، تاني ممتدة منذ عام 1971. اللي كشف النهارده عنه، كشفت عنه النهارده وثائق الخارجية البريطانية بعد 52 سنة، وتم نشره على البي بي سي، يوضح لحضرتك زي ما قدام حضرتك كده، بغض النظر مجتمع الدولة هيبقى متضايق ولا لا، بغض النظر في مظاهرات ولا لا، بغض النظر الدول العربية هتبقى زعلانة والأمم المتحدة زعلانة، بغض النظر، قال لك دي خطة هتطبق، هتطبق. لأنه قال لك حمايتهم وأمنهم لازم يعملوا اللي هم بيعملوه. طب وأمننا احنا؟ أمن أقصد الشعب الفلسطيني، احنا أمننا بنحافظ عنه وبندافع عنه بما لدينا بكل قوة، بكل قوة اللي عندنا، لا العريش ولا رفح ولا شيخ زويد ولا حبة رمل.